اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. صحتك في اكلتك، والوقايه خير من العلاج. ودايما نقول مصطلحات عن الاكل الصحي، ولكن تعالوا نطبقه عملي باقل تكلفه ومن المنتجات بتاعتنا ومن مطبخنا واللي هي في متناول الجميع. العدسه ابو جبه، العدس الاسمر هنعمله النهارده، ده بكليات وبروتين من البروتين النبات اللطيف، ولكن في مشاكل مع الكولون، هنحل مشكلته مع الكولون بإذن الله، ونشوف إزاي نعمله بطريقة جديدة النهاردة وبطعم تاني بطريقة بسيطة وسهلة. معايا سجق النهاردة بلدي، حسب عدد أفراد الأسرة بتجيب الكمية المطلوبة منك تقريبا نص كيلو، مع بطاطس هنعمل شوية كفتة السجق بالبطاطس، حاجة جديدة ولطيفة وجميلة، الأطفال هيحبوها وكمان كبار السن هيحبوها، وبقدر الإمكان هتكون صحية وزي الفل. نيجي بقى للعصاير والحاجات اللي بتشوفها في الكافيهات والمطاعم واللي اولادنا بيحبوها. معانا اسموزي المانجا، المانجا مغرقه السوق وبسم الله ما شاء الله طعمها زي العسل. هنعملها النهارده اسموزي المانجا بطريقه بسيطه وسهله، هتعجب حضراتكم، مع زبادي، يعني هتساعد على الهضم، وتقريبا الزبادي مع المانجا في بينه وبين بعض وصال. تعالوا نشوفوا نعمله ازاي اسموزي مع تلج ويبقى لطيف مع النعناع كمان. تعالوا نخش على الطبق الثاني عشان نكسب وقت. معانا طبق تاني فيه بروتين حيواني. ايه الدلع ده يا عم؟ دلعنا انت النهارده، واخدنا من البروتين النباتي على الحيواني. معانا سجق بلدي حته حلوه كده زي الفل، معانا بطاطس مسلوقه بالقشره وبعد ما بردت قشرتها، معانا مكعبين زبده، بصلايه ناعمه، فص توم، شويه بقدونس وبقسماط ناعم وبيض. شفت المقادير؟ تاني هقولها، اكتبيها ورايا يا امي يا اختي، حاجه سهله كده ولطيفه للاطفال الحلوين اللي مش بيحبوا ياكل السجق وبيخافوا منه وبيخافوا من شكله. حطه لهم في بطاطس مهروسه، وهتعمل اقراص الكفته بالبطاطس والسجق، هيحبوها لان فيها بطاطس، والاطفال مفطومين على البطاطس منهم انا. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي ونشتغل فيها مع بعض. اول حاجه بهرس البطاطس دي زي ما هي كده، اهي دي بطاطس اتسلقت بالقشره بتاعتها. طب سلقتها بالقشره ليه يا سيدي الناس؟ حلو قوي، هو ده الكلام بقى، عشان احافظ على النشويات اللي فيها والكربوهيدرات اللي فيها، حفظنا الكلام ده. ولكن تتغسل يا ست الكل قبل ما تسلقيها، مش تقولي انا هقشرها وخلاص، لان طبعا لو سلقتيها بالطينه والرمله بتاعتها هتخش فين؟ في البطاطس نفسها وتغير لك من شكل الميه. شفت البطاطس بتدوب في ايديا الدوبه مرمله، برضو من خير ارضنا. المطبخ النهارده وكل يوم معانا على شاشه القناه الاولى بدون تكلفه، تفاصيلنا صغيرة ولكن طعم وشكل جديد. بطاطس مهروسة زي الفل. الأطفال اللي مش بيحبوا ياكلوا السجق أو مش بياكلوا اللحمة، في كتير يقول لك أنا مش باكل اللحمة والله. طيب إحنا هنأكلك اللحمة بطريقة غير مباشرة، أدي البطاطس كده جاهزة زي الفل. هتعمل إيه مع السجق؟ مع بعض أهو زي الفل. هناخد السجق ده. مدام أميرة إزيك؟ تمام الحمد لله، ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله يا ست الكل، صباح الفل. اموريني يا مدام اميره. صباح الفل، انا بحب حضرتك جدا جدا جدا. حبك الله طبعا ويجبر بخاطرك يا ست الكل، اموريني. اسمعتي بقى، انا كنت عايزه اعمل الكاتشب والمايونيز في البيت. حاضر، عينيا الاثنين، كويس، فكره حلوه. نعمل الكاتشب في البيت ونعمل المايونيز في البيت بطريقه سهله. خدي مني وصفة كده للاتنين سريعا دلوقتي، وانا بعمل ايه؟ وانا بقطع السجق ده مكعبات صغيرة. المايونيز بتجيب الخلاط بتاع العصير الموز باللبن، تحط فيه اتنين بيضة مع واحد كوب من الزيت بينزل سرسوب، حطيه براد في كوباية كده ينزل سرسوب على البيض وهو بينضرب في قلب الخلاط. بعد منهم بتحط معلقة خل، فصين توم لو عايزاه بطعم التوم، وعصرة ليمون عشان الزفارة بتاعة البيض. معانا سجق بلدي، ده المايونيز. أما الكاتشب عينيا، بقولكش بقى حتة بلدي حلوة زي الفل أهي. ده سجق ضاني. واو حلو. أهو ده. حلو. طبعًا كمية السجق برضه عشان إخواننا اللي بيقولك يا شيف على قد عدد أفراد الأسرة، نص كيلو كيلو أنت وجيبك. حلو، هنمسك السجق ده كده نقطعه مكعبات صغيره واحنا مع بعض اهو بسكينه حاميه عشان انا مش عايزه يتهري مني. نعم،
سؤال وجيه والله العظيم، مستعجل على رزقك ليه؟ بيقول السجق ده هيتحمر. طبعا الرجاله شطار جدا في عمل السجق لما يخشوا المطبخ، وعمل الكبده الاسكندراني والمكرونه. السجق ده مش هيتحمر، هيخش على البطاطس دي وهي ايه؟ وهو ني. حلو قوي. سؤال وجيه برضه، والسؤال خاص لشيفنا، واضح ان هو هينافسنا. قال لك السجق ده لما احب بيتسلق في ميه؟ هو يفضل طبعا ما يتسلقش في ميه، يعني يتفضل انه احنا على طول مباشره نجهز الطاسه، شغل الكبده الاسكندراني، وينزل في طاسه سخنه شديده الحراره مع فص ثوم وفلفل حار، ويتقطع بالشكل ده، او يتحط سليم ويتحط معاه دبس رمان. دي مدرسه من المطبخ الشامي. اما اذا عايزين نسلقه في ميه، نحطه في ماء مغلي مع بوكيه جرنيه، وبعد ما يطلع من الماء المغلي هتلاقي طبعا شكله اتغير وخد شكل تاني بحجم اكبر. بنبدا نحمره في الطاسه مع معلقه سمنه بلدي، شغل الممبار عادي. الممبار نفس الطريقه، لانه بتحش رز طبعا فلازم يتسلق في ميه. ده ما فيهوش رز يا مخرجنا. ايه رايك في الاجابه دي؟ طبعا متوصي بيك لانك مخرج البرنامج. لا معانا السجق متقطع بالشكل ده كده زي الفل. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد السجق ده كده، اللهم صل على النبي، ونحطه هنا في الطاسه دي. عينيا، بصله تتحرق، ده كلام راجل، دي الف بقى مطبخ. انا مطمئن. شوف البصلايه وشوف شقوتها بالله عليك، انا مش هرفعها من الزيت غير لما تجيبها. ابص على الحلاوه، بص. ايوه ده اهي. ما قلبتهاش، ارفعها من الزيت بس، سيبها كده واطفي الزيت يا اختي. سيبيها بقى. حلو، تمام. هنبدا نعمل الكفته مع بعض. فص ثوم، السجق، سوري ما عرفت ايه اللي جاب الست الكبده، ما هو الاثنين سجق وكبده. حلو، حطينا ثوم ناعم. زي الفل. ممكن نعملها باللحمه المفرومه نفس الطريقه. جبنا الثوم والبصل بالشكل ده كده زي الفل. انا مهمني النظافه قبل كل حاجه. بقدونس ناعم، حلو قوي يا عم الشيف. امسكي ايدك في التوابل بقى، لان السجق واخد توابل، بس البطاطس بتحب الايه؟ الفلفل الاسمر. كل دول مع بعض اهو، تمام. عندنا البطاطس جاهزه، عينيا، نهرس دول مع دول زي ما انتوا عايزين. هنحط دول كده مع بعض اهو، نقلبها تقليبه حلوه. لازم البطاطس تتسلي بالقشره بتاعتها في حاله لما تعملها كروكيت او تعملها كفته، لان وجود النشويات والكربوهيدرات بيدوا شخصيه للكفته البطاطس بالذات، عشان ما تفكش منك. شفت التركايه الحلوه دي كده؟ ما تقوليش لحد. هنقلبها مع بعض. شويه زعتر، معلش انا اسف، زعتر مهم جدا. الله، وهزهرها هقلبها، وتسيبوني ايه براحتي بقى. ونحط البابريكا الحلوه دي كده عليها، ونقلبها مع بعض، وناخد بعضنا نطلع فاصل. نرجع بعد الفاصل نلاقي دي اتقلبت، ونعملها اقراص الكفتة البطاطس بالسجق البلدي، والبلدي يوكل. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتحمير اقراص الكفته بالسجق. هنعملها ازاي احنا مع بعض؟ كنت هشتغل فيها في الفاصل للامانه، بما ان الوقت بيحكمنا، ولكن مخرجنا قال لا. رايح فين؟ في طبعا اشتغل لمصلحه الجمهور. قال لك لا يا شيف، احنا عايزين نشوف على الهواء بتتحمر ازاي. الزيت بيسخن، واشوفه قدام عينيا بيسخن. على ما يسخن الزيت نعمل كذا قرص مع بعض كده واحنا شغالين. في حاجات ببقى انا عايز ايه انجز منها، يعني مثلا العدس راح بينضرب في الخلاط وهيجي لنا،
احط ايديا في الميه كده واخد راس الكفته دي كده، شفت بقى الشقاوه اهو، واحطها في البقسماط ده كده نفس القصه زي البرجر كده، نفس القصه اهو، عيني اهو، حاضر اهو، ايديا في الميه عشان تسلك لي ايديا وتطلع من البطاطس زي شعره من العجينه. اللي يقول لك بقى من الولاد ما باكلش السجق، قول له عينيا يا ضنايا مش هاكلك سجق. بعد ما ياكل الكفته الحلوه دي كده ويستطعمها، ايه رايك بقى ان انت اكلت سجق يا حماده النهارده؟ بجد يا مامي؟ اه، شفت الشيف المغازي على القناه الاولى حط السجق جوه بطاطس مسلوقه اللي انت بتحبها، وبعد كده حمرها في الزيت طلعت مقرمشه، لان البطاطس لما بتتسلق بالقشره بتاعتها وتقشريها هنا محتفظه بالايه؟ بالنشويات بتاعتها، وجود النشويات جواها هي اللي بتخليها مقرمشه. ننزل في قلب الزيت اهو، 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 نستنى عليها شويه، ما ينفعش ننزل تاني خالص عشان ايه؟ ما يحصلش صدام. حلو؟ اه، تاني. قرص من البطاطس دي مع طبق سلطه خضراء حلوه كده، فتوش بقى، تبوله، سلطه بلدي اللي عندك يا ست الكل، تبقى ايه؟ بألف هنا وشفا. كده الاولاد ايه؟ اكلوا وزي الفل. ايدي في الميه. اهو. يلا. هاتولي العدس. حاضر، انا عارف انت عايز ايه يا مخرج. الله، يلا ونقف شويه ناخد بعدنا كده ونشوف مع بعض. الله عليك، الله عليك يا نور. هو ده معانا الكفته في قلب الزيت، ما تقلبهاش وتفرحي بنفسك بقى وتقولي انا بقيت احسن من الشيف المغازي. لا، اوعي تقلبيها، حاجتين انا ما قلبتهمش. ايه هم يا عم الشيف؟ البصلايه لما حطيتها في الزيت، ويفضل طبعا لو بتحمري في الزيت حاجات زي اسكالوب بانيه، بصلايه زي دي كده، كفته زي اللي انا عملتها، عمليه التقليب تتم بعد 5 دقايق. تعالوا نكمل اكلتنا الجميله الحلوه النهارده اللطيفه، مشهورة جدا في المطبخ الشامي. الله عليك يا مخرج، والله العظيم انت مبدع. حلاوة دي، بص على الحلاوة، بص على الشقاوة. اهي 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 اهي، يلا الوانها جميلة، الوانها شهية. اهي 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 اهي، شوف الكفتة بقى، شوف الكفتة وجمالها. اه، ايه الحلاوة دي؟ اسمعك الصوت برضو هنا. الله على الدلع. حكاية زي ما هي كده. يلا، في توازن، في انسيابية هنا في المنيو بتاعي.